أبليت بلاء حسنا في مباراة الريال مدريد في الكلاسيكو، ولكن ماذا عن هتافات الجماهير التي طالبت برونالدينيو؟ أنا سعيد جدا بالانتصار على ريال مدريد في الكلاسيكو، وبالنسبة لمطالب الجمهور فأنا أقول لك بأننا لا شيء بدون جماهير الكاتالون. نعم نريد أن نلبي كل مطالب جماهير برشلونة. سيتم التواصل مع رونالدينيو بالتنسيق مع غوارديولا الذي ممكن أن يقنع رونالدينيو بشكل ما، وشكرا لكم. إذن وبعد تعليقات كثيرة منكم في الفيديوهات السابقة، المطالبة برونالدينيو، والكل يعرف بأنه لاعبي المفضل، الكل يريد رونالدينيو ولاعبي المفضل، فلم أستطيع المقاومة صراحة وأردت أن أتعاقد مع سيليساو ساحر كرة القدم رونالدينيو. صراحة بالبداية حابب أشكركم على دعمكم الخرافي لسلسلة ماستر ليج، أغلب الحلقات وصلت لعشر ألاف لايك، وبتمنى منكم تفجروا زر اللايك بهاي الحلقة. عنا مباراة حاسمة بدوري الأبطال مع بورتو، بعد شوي رح فرجيكم ترتيب المجموعات، بعدين عنا مباراة بالدوري مع إسبانيول، وعنا مباراة مع سيلتا فيغو، وعنا مباراة مع أوساسونا، وبعدين مع بازل. ممكن نتوقع مباريات الدوري لحتى ننجز أكثر بدوري الأبطال ونروح للمباريات المهمة بالدوري، ما بدنا يكون في ملل بالسلسلة. بعدين عنا مباراة مع غانيس وايبار وليفانتي، والجولة الأخيرة من دوري الأبطال مع توتنهام. فممكن اليوم نلعب ثلاث مباريات من دوري الأبطال، مباريات الدوري نتوقعها لعند مباراة فيا ريال. إذا للتذكير هذا هو ترتيب المجموعة حاليا، توتنهام بالصدارة بتسع نقاط، نحن وبورتو بأربع نقاط، وحاليا مباراتنا مع بورتو واللي راح يصعب المباراة أكثر هو غياب ميسي وجوردي ألبا بسبب الإصابة. فخلينا نبلش المباراة الحاسمة بدوري الأبطال، بيبي موجود نجم الريال القديم، فلنبدأ. لكن البداية سريع من فاتي الذي يلعب عرضية والأول يكون تيضاد عند دياز، والمحاولة لعرضية ورأسية أمامية نيمار يلعبها كريزمان، كريزمان أنسو فاتي، كرة الهدف الأول والعرضية وكريزمان ضيعها. أزال هناك متسع من الوقت وثلاث تبديلات للبارسا هنا بسبب الإرهاق لبعض اللاعبين من تراكم المباريات، لكن هناك وقت يا بارسا للعودة. ريكي بويك البديل يلعبها لأنسو فاتي، شوف الشباب لعند البارسا كريزمان وريكي بوي كوفاتي واللمسة وجول للبارسا. أمامية محاولة لتعادل لبورتو والكرة في القائم، صراحة نحن تحت الضغط. ضربة الحرة عند نيمار، الكرة تبدو بعيدة ولكن نيمار ممكن أن يسجل، نيمار قريبة ومعك كريزمان يلعب لكريزمان أمام المرمى، كريزمان الثاني والثاني للبارسا. تعال تعال نحتفل الاحتفال الجديد يا كريزو يا كريزو يا كريزو، نعم اثنين البارسا لشيء البورتو. اذا نهاية المباراة بثلاث نقاط ثمينة كانت للبارسا عن طريق كريزمان الذي تألق بغياب ميسي بثنائية رائعة. اذا ترتيب المجموعة بعد الانتصار المهم جدا على بورتو، توتنهام 12 نقطة، نحن 7 نقاط. رونالدينيو اللاعب الذي اضعف امامه مهارات سكيلز عالي، أداء كبير، لاعب مثير جدا، هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم الذي وصل لقمة عطاء لم يصل لها أحد. لكن الاستمرارية وين كانت الاستمرارية يا رونالدينيو؟ لن نسامحك على المغادرة باكرا من كرة القدم، من ملعب كرة القدم. هو الساحر، هو الكبير، هنا تحت نظرات غوارديولا يأتي إلى الفريق باكرا. كنت أظن بأن رونالدينيو ممكن أن يتأخر. رونالدينيو هذا مذهل، لقد كان يوما مميزا لي، أتطلع لكل لحظة قادمة مع النادي. نعم إنهم البارسا، بالنسبة إلي الفوز هو مهم مثل أي شيء آخر،
وأنا مستعد للعب. قانا مباريات كانت سهلة جدا بعد مباراة بورتو مع اسبانيول، فزنا 5-0 بالتشكيلة الاحتياطية، بعدين بصعوبة على السيلتا فيجو 1-0، وآخر مباراة مع أوساسونا 4-1، وحاليا المباراة الحاسمة للتأهل مع بازل. ترتيبنا بالدوري بعد هالتوقعات: المركز الثاني وراء ريال مدريد مباشرة، إذا فزنا على بازل وتعثر بورتو أمام توتنهام سنتأهل مباشرة للدور الثاني بدون انتظار الجولة الأخيرة. إذا عودة ميسي من الإصابة، مشاركة رونالدينيو أول مرة، عم تكون عندنا تشكيلة رونالدينيو، نيمار، ميسي، كريزمان، ريكي بويك عم يلعب أساسي بسبب أنه ساهم ديونج للأسفل، فيربو كمان مكان، جوردي ألبا اللي عاد من الإصابة. نعم أصدقائي، الكل متعطش لرؤية رونالدينيو في الكامب نو مرة أخرى هنا في مباراة حاسمة في دوري الأبطال. ماذا سيفعل الساحر رونالدينيو بجانب نيمار، بجانب ميسي، بجانب كريزمان؟ بويول قلب الأسد، إنها أمجاد البرشا يا سادة. فلنبدأ. بازل يحاول مواجهة دفاعات البارسا في كرة أولى خطيرة، وتير شتيغن، إنها متعد دوري الأبطال بازل. نعم نلعب على المستوى الأصعب، لذلك يجب علينا التركيز ولا نخسر. الكرة الركنية الآن عند زوفي، زوفي ونيمار عاد للدفاع، والكرة الأرضية خطيرة وبالرأس مرت. الكرة الأمام عند كريزمان، كريزمان يلعبها نيمار، نيمار يمر بشكل جميل من ساحر لساحر آخر، رونالدينيو يبحث عن ليو. آهن على أيام رونالدينيو وميسي، رونالدينيو يلعبها ميسي، ميسي يستلم، ميسي يحاول وسط الميدان، الله على بارسا جميل، وريكي بايك. الشباب والخبرة الكل موجود على أرض الميدان، واللاعبين الجدد بيانيتش مرة أخرى، ريكي بايك، ريكي بايك، سيميدو يلعبها ميسي، ميسي، ميسي يحاول، ميسي ومرر داخل منطقة الجزاء، خطيرة للبارسا أرضية، كاد أن يكون عالمي كريزمان. مرة أخرى الكرة عند الساحر، واحد على واحد يمر رونالدينيو بشكل مهاري رائع، يلعبها لسيميدو، سيميدو، ميسي، ميسي يلعبها ورونالدينيو. أخر الهدف كثيرا يا بارسا، يجب أن نسجل. نيمار، رونالدينيو، معك نيمار، معك نيمار، معك نيمار، نيمار من ساحر إلى ساحر، ونيمار السلساوي يسجل، وأخيرا بصناعة رونالدينيو الرائع. يا الله على هدف جميل من السلساوي. شوف الكرة، نيمار، رونالدينيو يستلم، وفي اليسرى جميلة التمريرة، التقدم، وبوم في المرمى، بوم، جول، جول، جول. مرتدة خطيرة من بازل لتسجيل هدف التعادل، المحاولة ما زالت، والضغط عالي، والعرضية أمام المرمى. يا الله على حارس في لقطة ماضية، ماذا حدث لتير شتيغن في لقطة؟ شوف الكرة العرضية والتسديدة، اوه يا اه يا تير شتيغن. اخر دقيقتين يا بارسا، اما ان نسجل واما ان ننتظر النتيجة الاخرى لكي نتأهل هنا من مجموعة دوري الابطال. الامامية، رونالدينيو، رونالدينيو مرة اخرى، نيمار، نيمار، نيمار الغدار. اخر ثواني المباراة، وبازل خطير، بازل خطير، الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، وانقذنا فيربو. برشلونة يتأهل للدور الثاني من دوري الأبطال رغم التعادل مع بازل العنيد جدا كان الذي سجل عن طريق راميريس. ألف مبروك للبارسا، التأهل هنا بقيادة رونالدينيو. يا لها من مباراة كانت صعبة جدا. إذن بهذا النحو تأهلنا، توتنهام تسيد المجموعة ب 15 نقطة، برشلونة 8 نقاط. صراحة أداء غير مقنع يا غوارديولا. إذن أفضل لاعب في العالم ميسي الصغير مرة أخرى يأخذ الكرة الذهبية، ألف مبروك يا ميسي نجم الفريق. إذن لو لعبنا مع ليغانيس وإيبار وليفانتي رح تكون مباريات مهمة جدا، لهيك توقعتهم. فزنا 5-0 على ليغانيس، 1-0 على إيبار، وليفانتي 2-0، وهلأ عن مباراة مع توتنهام، ولكن انحسم التأهل، لهيك رح نتوقع هاي المباراة، والحلقة القادمة ممكن نكون عم نلعب بالدور الثاني من دوري الأبطال، فما رح يخلي سلسلة تكون مملة. إذا 1-0 على توتنهام وانتهت المجموعة بهذا الشكل، حتى لو لعبناها ما راح تكون مباراة ممتعة. 15 توتنهام، 11 البارسا، 7 بورتو. إذا راح نشوف هلأ مين راح نلاقي بالدور القادم من دوري الأبطال. إذا مباراتنا راح تكون أمام مان سيتي، أو معركة موت صراحة بالحلقة القادمة من دوري الأبطال.
في مباريات كبيرة جدا مثل ما شايفين، منها تشيلسي وريال مدريد، ليفربول والإنتر، البايرن والأتلتيكو مدريد. صراحة مباريات كبيرة ومتحمس جدا للحلقة القادمة. لهون بتكون خلصت حلقة اليوم، شكرا لكم على المتابعة، وكلمة السر هي رونالدينيو. بما أنه جبنا رونالدينيو اليوم، شكرا لكم على المتابعة ودمتم بألف خير.